مبارك الفوز نقدر نسميه بشق الأنفس. أكيد. تحية لك، تحية لجمهورنا الكريم. أولا مبارك للعراق، أكيد الوصول للنقطة السابعة، الفوز دائما هو مهم، ومواصلة المشوار في نحو الحلم الكبير بالتأهل للمونديال، لكن صراحة لم يكن الأداء مقنعا. الفريق اليوم يعني أغلب اللاعبين كانوا خارج الفورم. حققنا الهدف، نعم الفوز، لكن أنا أعتقد إحنا الشوط الثاني ما كان عندنا فريق في الملعب، كأن الفريق كله يدافع، الفريق الفلسطيني أحرجنا كثيرا، ما كنا نتمنى نوصل إلى هذه الصورة، كنا نتمنى يعني نخرج بنتيجة عريضة. ما أعتقد الفريق الفلسطيني بذلك يعني القوة والصعوبة اللي ممكن يعني تصل لنا، فلذلك كان كنا نحتاج إلى عمل كبير، كنا نتمنى يعني اللاعب يظهر بمستوى. أنا قلت لك أغلب اللاعبين كانوا خارج الفورم، ما كانوا بأدائهم للأسف يعني بعيدين عن أهمية هذه المباراة، أهمية الفوز فيها، أهمية تقديم المستوى المنتظر منهم. لكن بالنهاية احنا نقول أهم شيء فزنا، لكن نحتاج إلى عمل كبير، نحتاج إلى مراجعة أوراقنا جيدا إذا أردنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية. طيب، أرحب بالكابتن صفوان عبد الغني.